الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأهل ذريته وأهل طاعته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والنجوى، واتقوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين، إن للإيمان بالملائكة ثمرات جليلة وعواقب حميدة، منها العلم بعظمة الله وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، ومنها شكر الله تعالى على عنايته لبني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم، ومنها محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى. وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما، فقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكاملة في المخلوقات، فهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعن أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن وذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارضعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.